ما الدليل على وجوب زكاة عروض التجارة؟ وهل هناك خلاف في وجوبها؟ الخلاف موجود، ولكن الصحيح والحق وجوب الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة عما يعد للبيع، وهذه معدة للبيع والتجارة والنمى، ففيها الزكاة في قيمتها إذا بلغت قيمتها نصابا، يعني قيمتها التي تساويها عند تمام السنة، ليس المراد قيمتها التي اشتراها به، وإنما المراد قيمتها التي تساويها عند تمام الحول، فإذا بلغت قيمتها عند ذلك نصابا فأكثر وجب عليه إخراج الزكاة ربع العشر منها، لأنها من الأموال الزكوية، كل ما أعد للبيع فإنه تجب الزكاة فيه إذا تم عليه الحول وبلغت قيمته النصاب، إما بنفسه وإما بضمه إلى أموال أخرى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الذي حمل هذا المستمع إلى أن يسأل عن الخلاف في هذه المسألة الشيخ صالح؟ ربما أنه اطلع على قول لبعض العلماء أنها لا تجب فيها الزكاة فاغتر به، وهذا القول خطأ، هذا القول خطأ بلا شك. نعم.